مرحبا، اليوم محاضرتنا عن النيزل تراكل انتوبيشن. طبعا النيزل تراكل انتوبيشن هو واحدة من المانوفرز او البروسيجرز اللي بنعملها لنضمن مينتيننس للاير واي، وهو يعتبر واحدة من الادفانس اير واي بروسيجر. طبعا عادة النيزل تراكل انتوبيشن إلها كتير كريتيريا وإنديكيشن وين تو بيفورم. بيفور قبل كانت النيزل تراكل انتوبيشن يوزد تو بي أز بريفيرد روت، بالذات لما يكون في عنا برولونج انتوبيشن بالذات بالأريا زي الكريتيكال كير أرياز. بس بسبب إنه النيزل دامج، السانتايتس، اللوكال أبسس اللي ممكن يعمل سم ليميتيشن لإلها. هلا من جديد بالذات صار يشددوا على مبدأ إنه don't use النيزل تراكل انتوبيشن إلا is when needed. دائما ال choice of option لإنه is preferred يكون هو الأورال تراكل انتوبيشن. ليه؟ لأنه already النيزل روت بده هلا لونجر narrowing tube، وهذا من ناحية ال pulmonary toilet is more difficult and بيعمل airway resistance is greater. So بيكون إنه بيعطي شوية more complication أكتر فيه. So حاليا هلا ال nasal routes فقط هي preferred بال emergency operations فيها. So in general دائما ال choice لأنه دائما نعتمد وات على in general على الأورال في. طبعا في situations إنه إحنا بنضطر إنه نطبق فيها إنه فقط نستخدم النيزل تراكل انتوبيشن فيه، ورح نحكيهم. طبعا again الأورال تراكل انتوبيشن هو not the only option for secure an airway. برضو عنا النيزل تراكل انتوبيشن، ويعني especially هو applied nasal intubation يعتبر another option mostly بيستخدمه احنا بالevents of emergency. طبعا النيزل تراكل انتوبيشن هي most common method used to induce anesthesia for surgeries of head and neck regions. برضو النيزل تراكل انتوبيشن involves عادة هي انه involves the tracheal tube to pass through nose, hence allowing better isolation and good surgical access for intraoral procedures إذا كان في أي procedure. طبعا والبلايند nasal tracheal intubation هو again excellent procedure أو technique لإستابلشينج control over airway بالsituation اللي sometimes is difficult or hazard to perform laryngoscope. ممكن وبيكون or if it not in the best of what interest لا patient to use أو حتى not the best interest the patient to use أو administrative sedative أو another pharmacological agents اللي عادة بيستخدموها لعملية الفاسيليت للأورال تراكل انتوبيشن. So عادة هو consider إنه safer. هاد بخصوص النيزل تراكل انتوبيشن، وموستلي يعني انه is preferred للبراميديك تشويس اذا كان البيشنت is breathing. و again احنا موستلي بنستخدمه هو well suited مع البيشنت اللي هو عندهم زي ديزيز البروسيس زي السي او بي دي، الكرونيك هارت فيليرز، يعني أو ال patient who difficult to access زي اللي بيكون already intubated patients. So هدول يعني زي like some indications لا use nasal tracheal intubation in general. هلا بدنا نحكي على indications for nasal tracheal intubation. As I mentioned before عادة البراميديك يوز لما يكون عنده أي حدا عنده spontaneous breathing، بس إنه بيحتاج more maintenance لا securing لل airway. So أول indicate إنه ممكن يكون عنا
intraoral أو oropharyngeal surgery يعني في الأريا تبعت الأورال كافيتي في عملية ممكن إنها تضطر نعملها، لهيك صعب إنها أكيد نحط تيوب بمكان هذا لأنه أوريدي راح فيه سيرجري، لهيك بنحطه في النيزو تريكل أريا. في أجين بريثنج سبونتسبلي بات ريكوير ديفينيت أيروي مانجمنت، وهي إحنا أوريدي حكيناها لما بالذات البيشنتس اللي بيكون عندهم سي أو بي ديز أزماز كرونيك هارت ديزيز أو فيلير like these conditions إحنا بنستخدم النيزوتريكل انتوبيشن. Oral root oral root intubation is not possible due للترازميز اللي هو المقصود فيها اللوكجو، يعني هي kind of painful condition بصير زي في spasm contract للمصل chewing muscles بسبب sometimes بيكون في inflammation وهذا بيعمل prevent للماوث from fully opening. إذا متذكرين لما كنا نحكي عن oral intubation كنا نعمل زي evaluation لل oral cavity من ضمن الليمون إن نشوف في قاعدة ال 3-2-2 rule إذا متذكرينها كنا نشوف إذا قديش ال wide لل opening هي enough ولا لا. so بهاي الحالات لا إذا كان not enough أقله إحنا دائما ال fully opening يعني opening بتكون هي beyond ال 35 مليمتر wide عادة يعني. so إذا كان هذا الإشي صعب preferred إنه إحنا هنا ما نعمل مع هدول البيشنت، وأكثر حدا بنشوف معه ممكن هاي الظاهرة مثل اللي عاملين مثلاً oral surgical ليعملوا remove their wisdom teeth أي حدا هاد head or neck cancer regions ممكن حدا كان under treatment surgical أو radiation treatment للhead والneck area فيه. so برضو بال NICU as alternative to tracheostomy for longer ventilation periods surgical of maxillofocal cases needed better surgical access tonsillectomy اللي هي عملية وات اللي ريموف هي السيرجري اللي هي سيرجيكال ريموف للتونسيلز بالذات اللي هدول لما يصير انفليميتد ويصير فيهم انفكشن بيصيروا بيجر بيصيروا يعني بدل ما يعملوا از بروتكتيف ميكانيزم بيصيروا لا يعني وجودهم غلبه فلهيك بشيلوهم. ريجيد لارنجوسكوب اند مايكرو لارنجال سيرجري انكونشنس بيشنت وذ انتاكت جاج ريفلكس بالذات ممكن هاي نلاحظها بالبيشنت زي اللي اوفر دوز ميديكيشن اوفر دوز ممكن الستروك altered mental status like this patient experience acute respiratory distress like COPDs asthma anaphylaxis ممكن seizures patient with airway burns اللي هي inhalation burns mostly وفي عنا أي patient suspect للoverdose or CVA اللي هي الستروك unconscious patient with intact gag reflex we are using ال nasotracheal intubation بالإضافة يعني هدول ال most common indicated we use إحنا in general برضو أي patient ممكن يكون في عنده تروما زي C-spinal injury so نحاول إنه ما نعمل too much manipulation للأريا تبعت النيك لهيك ممكن نستخدمه as nasal intubation فيه so هدول the most common indication we بيحفزونا لنستخدم nasotracheal intubation as general. هلا بدنا نحكي عن contra indications using nasotracheal intubation. طبعا أول شيء إنه is contraindication to use with patient اللي بيعانوا من apnea زي cardiac arrest أو respiratory arrest patients لأنه بيكون is not enough to إنه يعطي that adequate ventilation.
الشغلة الثانية برضو is contraindicated بأي patient already ممكن يكون عنده head trauma or mid facial fracture. الفكرة إنه أنا إنه إحنا ليه؟ لأنه منخاف طبعًا. هو عادة لازم تكون إحنا متأكدين، عادة لما يكون في عنا CSF drainage from nose بيعطينا indicator إنه في عنا injury، وبالذات للبيسك للسكيل بيس فراكشر. فإحنا منخاف إنه sometimes لما نعمل nasal insertion للإيتي تيوب ممكن هذا يعمل انتر للكرينيال فاليوت وبيعمل بنتريت للبرين فيها. لهيك هو ان بريفيرد انه يوز ات ان ذيس كاتيجوري او ان ذيس بيشنت. في برضه الشغله الثانيه اجين هو الابنيه، البيشنت هو شود ريسيف فقط انه يكون موستلي الاورال تريكل انتوبيشن. برضه الاناتوميكال ابنورماليتيز كيف يعني؟ sometimes بيكون في patient عندهم زي divided septum nasal pulps بسبب ممكن frequent لليوز للكوكايين. فانه insertion للنيزل intubation contraindication with these patients لانه احنا بنخاف يصير عندهم severe epistaches، فاحنا بنحاول نتفادى. أكيد أي patient برضو حتى يكون عنده previous history of old or renewed skull base fracture sometimes بصير بيعتبرها ممكن as relative، يعني بيشوفوا هيك الراتيو إنه it's okay or not okay to use. الشغلة الثانية برضو أي patient إنه عنده bleeding disorders وعم ياخد medications such as the anticoagulation medications زي الورفرين اللي هو الأذر نيم اللي التجاري الكودامين. طبعا again لأنه بنخاف إنهم يصير برضو عندهم هدول البيشنت severe epistaches، وهذا اللي إحنا بنخاف منه in general. في يعني other ممكن complications such as ممكن sometimes it's not preferred إنه يكون أقل من 12 سنة، إنه إذا كان في عندهم already adequate response لل traditional therapy during preparation إنه ما في داعي إنك تعرضه لهذا البروسيجر at all أصلاً. برضو sometimes إنه أي patient عنده suspected epiglottis عشان ما نعمل injury لإله sometimes it's not preferred إن نستخدم nasal intubation. في يعني زي relative contraindication يعني هون انت بتتكرر فيها زي يعني لما يكون already في زي suspect nasal form bodies، ممكن اذا في recent nasal surgeries، اذا كان في عنا upper neck hematomas او infections، اذا already هو patient عنده recurrent history لا lipsticks دائما، sometimes بالذات للpatient اللي عندهم prosthetic heart valves بخافوا بالذات من الريسك انه يصير في عندهم البكتيريا بسبب التيوب انسيرشن فيها. سو يعني اهم هدول most common contraindication انه ما نستخدمه مع هدول البيشنت ان جنرال. طبعا هلا بدنا نحكي عن الكومبليكيشن للنيزوتراكيال انتوبيشن. اول كومبليكيشن هو الابستاكسيز، هو طبعا is considered the common complication لعملية nasotracheal intubation in general. طبعا sometimes we can إنه يكون بي يعني يكون في عنا موجود severe bleeding طبعا يعني related لكتير causes، ممكن ضمنها إنه التيوب size large، إنه طريقة الانسيرشن كانت rough، ممكن البيشنت مستخدم ميديكيشنز زي الورفرينز، سو كلياتها هاي متحفز انه عمليه تكون في عندي بليدنج. هلا بالذات يعني لما يكون احنا ليش اوقات كمان بنقلق من البليدنج، لما يكون في عندنا سيفير بليدنج هذا بيعمل بوزز لاديشنال ثريت للاوريدي كومبريست ايرواي. ليه؟ لانه لما يكون في عندنا سوليد لايرواي للبلود جريتلي هذا اكيد رح يعمل
الانسيدنس انه يصير في عنا vomiting و sub squinted aspiration بيزيد. برضو الشغلة الثانية لما يكون already عنا bleeding ممكن يعمل reduce للgentle insertion للtube بالnostril و والlubricate of the tip يعني سوري يعني بيعمل reduce للview in general بالذات سواء كان للnostril أو كان للglottic opening فيها. هلا كيف ممكن نعمل reduce إنه chances إنه يصير هذا الحكي؟ عادة بنعمل أول شيء عملية الانسيرشن بدها تكون gently. الشغلة الثانية بنعمل lubricate للتب للتيوب بwater soluble gel بالذات إذا كان في يعني أول شيء. وبرضو بنعمل لبريكيت أو سبراي لأنستيزي لبريكيت اللي هو كونتاد للباز وكونستركتد ايجنت زي الفلفرين هيدروكلوريد فيها. هذا أوريدي حتى بيعمل ديكريز للأماونت إنه للديسكومفورت للبيشنت وسيفريتي للنيزل بليدن إن جنرال. طبعا الشغلة الثانية ممكن عملية انه نسيطر على هاد البليدنج as a general عن طريق انه نعمل external pressure on the nurse وبرضو نخلي البيشنت انه يعمل زي انه title للhead downward عشان نعمل keep the blood away from the glottis the opening in general فيها. فيعني حكينا في تكنيكس من ضمنها بك انه تيوب ممكن اصغر نحط لبريكانت ممكن نعمل سوفتنج وورمينج للتيوب قبل ما ندخله. يعني هاي واحدة من الامور اللي ممكن نعملها از منج يعني لنحاول نعمل بريفنشن وقائيا ليصير عندنا هذا البليدنج. في عندنا هلا البكتيريا هي طبعا واحدة من الامور اللي كمان لاحظوها. طبعا عادة البكتيريا كانت مور ابزورب بعمليات الدنتال وورك اكتر لما يعني من الاذر بروسيجرز اللي هابن فيها. هلا فكرة انه اجي ممكن السبب انه يصير الاوتولوجي ليكون في عنا بكتيريا الايميا بسبب ممكن تروما للنيزل ميوكس ديورينج عملية الانسيرشن للنيزل تيوب بسبب انه ياس سايز كبير depending يعني للنوسترال سايز او عملية الانسيرشن كان فيها فورس عملية during للانتوبيشن. so هذا يعني بيعمل احتمالية انه يرفع انه يصير في عنا النيزل كافيتي انه يصير في الانفكشن. شغلة تانية ممكن يكون already في عندي انفكشن وشو اعمل انقل هاي الانفكشن من النيزل كافيتي او الميوكاس لوين لا التريكيا وانتو عارفين التريكيا هي منطقة كتير vascularized already يعني مكان ملائم للبكتيريا انها تتكاثر. ف دائما يعني is preferred أو as prophylactic يعني انه نعطي higher doses من antibiotic عشان نعمل prevention للبكتيريا. وبرضه من ضمن الكومبليكيشن انا اللي بخاف منها in general ممكن انه يكون في عندي يصير ممكن as يعني outcome انه يصير عندي infection بال valves الهارت بالذات اذا كان حدا حاط valves مصنعين. فهدول البيشنت كمان I preferred اني اعطيهم as prophylaxis اذا كنت عامل لهم procedure nasal intubation اني اعطيهم antibiotic لهم. ممكن كمان واحدة من الكومبليكيشن انه يكون في عنا partial or complete obstruction of the tube وهذا دائما انا كيف بدي احاول اكتشفه عن طريق السي او تو ديكتورز اذا صار في اني تشينج او ديوريشنز بالنمبرز ريليتد له. وممكن بسبب كتير شغلات يا في سبب فورم بوديز ميوكاس بلود كلوتس ممكن بسبب بلبس موجودين بالميوكال اريا. سو يعني هاي انا واحدة من الأمور اللي ممكن تكون تعطيني ريسك إنه يصير البيشن عنده هذا الشيء. طبعاً ومن الكومبليكيشن اللي بخاف منها كمان البرفوريشن إنه يصير فيه زي ثقب. البرفوريشن يعني ممكن أجين بسبب إنه يعني كتير له أسباب
من ضمن هاي الأسباب السايز تو لارج، إنه التعامل تو ماتش، يعني لايك ذس. حتى sometimes لما يكون عندي السايز كبير ممكن يعمل وات ulceration، يعني already بسبب الأنوتوميكال بارت الموجود عندي. already انتو عارفين تضاريس الداخلية للأنف زي هيك، يعني مش زي كيرفي، so يعني وأكيد هذا رح يعمل compression على التيوب نفسه، فممكن هو يضغط على الميوكس اريا، فان جنرال رح يعمل انجري، وهنا ممكن يكوني ulceration في in general، وممكن يعني هاي ulceration ممكن تتطور لقدام يصير فيها perforation in fm. طبعا again نرجع من ضمن again ممكن بسبب عملية during insertion لل نزل تيوكل تيوب إنه يعمل برفريشن للبيفرم فوسة أو ساينس اللي بتكون هي طبعا بالبوستيرير أريا من فتحة الجلوتيك أوبينينج، وهذا ممكن يعمل زي سبكتونوس أو ميديال ستينال إنفيزيميا إن جنرال. برضو ممكن إنه أوردي نعمل برفريشن ونعمل كرينيال بليسمنت، وهذا يعمل كوز كتير مشاكل، يأثر على النيرفز، بلايدنس، يعني many things related لهاي الاشيو. So لهيك احنا منحاول as much as possible يعني بأور تكنيك انه نكون gentle ونحاول نعمل precautions procedure لنعمل هاي prevent انه يصير هاي الcomplication معنا. طبعا في بيشنت بيكون عندهم هاي الريسك فاكتور زي لما يكون عندهم ابنورمال اناتوميكال يعني موجودين، ممكن بسبب بري ميديكال كونديشن موجوده عندهم، ممكن بسبب التيوب فاكتور تو لارج يعني او اوريدي موجود في اذر تيوب فاحنا بنحاول ندخل معاه، فهذا بيعمل جريت بريشر. تكنيكال فورسز زي انه اوريدي فورت الانتوبيشن عمليه انه ندخل، محاولة أكثر من مرة نعمل الاتمبز للانتوبيشن، فهاي إنه واحدة من الأمور إنه اللي إحنا بنعمله. وحكينا كتير as they technical أو prevention procedure ممكن نعملها choosing appropriate tube size، نعمله good ممكن lubricant لإله، using most patent neutral يعني إحنا نشيك البيفل للتيوب تيب لايز ان ذا رايت سايد اوف ذا تيوب، دائما بريفيرد ان يوز ذا رايت نوسترال فيرست لانه از ذا بيفل ات ذا تيب ويل بوينت اواي فروم النيزل تربرنت، سو ليس بوزيبيليتي اوف شيرينج اور افلجيشنز ممكن يظهر. الشغله الثانيه إذا استخدمنا left nostril إنه is preferred إنه ال pass the tube upside down بسبب يعني again anatomical curves الموجودين، never إنه نعمل forcing visual inspect لل tube lumen قبل ما إنه نستخدمه، ممكن نعمله زي warm لا يعمله softening و good lubricant لإله، يعني هاي من ضمنها as زي بروفلاكتيك بروسيجر عشان نحاول أول نقلل as much as possible complication ممكن تصير معنا during عملية الانسيرشن. هلا بنحكي عن الادفانتج وديس ادفانتج للنيزل تريكل انتوبيشن. in general النيزل تريكل انتوبيشن we can perform response patient and عندهم spontaneous breathing. الشغلة الثانية البيشنت هون no need إنه نعمل placement ل anything in the mouth such as يعني laryngoscope، فلهيك بيكون عندهم النيزل تريكل روت is associated with much less retreating and lower risk of vomiting in patient with intact gag reflex. برضه انه لانه اوريدي احنا مش بحاجه لنستخدم اللارنجوسكوب لهيك ما رح يعمل بيقلل او بيعمل اليمينيشن لعمليه الريسك انه يصير في عنده تروما للتيث او السوفت تيشو اللي بالماوث. والشغله الثانيه انه بيكون ملائم بالذات هذول اللي ما في داعي لفتح التم، بالذات البيشنت اللي عندهم مشاكل ليميتد
joints mobility بال والتشوينج ان جنرال زي البيشنتس اللي عندهم فراكتشر او سيجرز او كلينشينج تيث لايك ذس. طبعا اكيد البيشنت هنا دونت ريكوير سنيفينج بوزيشن لانه اوريدي احنا بندخله يعني جوا النوز. سو يعني اي بيشنت ممكن عنده بسبب سباينال انجري هو عاده از بريفير تشويس الا انلس انه عنده ميد فيس فراكتشر، فهي انا بحاول اتفاداه. الشغله الثانيه انه هون البيشنت ما بيقدر يعمل بايت للتيوب از ريفلكس، فبيضله انه اوريدي اوبن ما بيصير له كومبريس، وهو كان ايزلي سكيور اسهل من الاورال جنرالي، وبيكون هذا السكريشن زي اقل من الماوث. من شغله الديس ادفانتج اكيد لانه هو بلايند بروسيجر، سو يعني سمتايمز احنا بنخاف اذا هو دخل باسنج لجوا الجلوتيك اوبننج اور نوت فيها، واذا كان له يعني ممكن راح على الارياز اللي هي بالساينس اللي اراوند الجلوتيك اوبننج. الكونفيرميشن بروبر تيوب بوزيشن ريكوارد ديليجنس، يعني عاده اهم كانت واحده فيهم انه عاده انه احنا وي كان شو انه هو عمل باست ثرو البوكال كوردز، فهاي الشغله بتكون مش موجوده. وفي له الكومبليكيشن، واهم كومبليكيشن اللي هو البليدنج اوريدي احنا حكينا عنه وليش احنا بنخاف منه ان جنرال. هلا عاده الكونشنس بيشنت كانت الريليتد للنيوزتريكل تيوب بيتر ذان الاورتريكل تيوب، لانه اوريدي ما بيحفز الجاج ريفلكس فيه. برضه انه هو عاده ريليتد للاورال تريكل انتوبيشن، هو كوزن ليست تروما لل تريكل ميوكس اريا. mostly tube move less inside the tracheal with head motion than does the orotracheal tube، لانه already نزل تيوب محصور في اريا صغيره، فيعني لحالها بتعمل سكيور له وبتقلل restrict من الموفمنت للتيوب مش لما يكون بالاورال. طبعا هلا يعني دائما لما يكون وحده اصلا اوريدي بنعتبره من البريبير للبيشنت، انه النوز شود بي بري ميديكيتد وذ ميكشر للنيزل ديكونستيتد ديكونستيشنز ماتيريالز، من ضمنها زي انها بتكونتينينج للنيزيو نيزيوسفيرين الفيوكس لدوكيين لدوكيين جيل. بس اكيد بدنا نتاكد ان البيشنت ما عنده اليرجي توورد ذيس يعني ماتيريالز. سو يعني اذا التايم الاوز بريبير بيشنت يوز الفاسكو كونستريكتور سبراي، لانه اوريدي بقلل عمليه انه يكون في بليدنج، وبيعمل يعني بيخلي انه مور كومفورتبل فور ذا بيشنت. اكيد برضه التوبيكال انستيجيا انه نعمل لو از بريفيرد انه انه التوبيكال انه بالباك اوف ذا ثروت، وانها تصل يعني ماكسيمال اريا ريتش از بوسيبل يعني بعمليه الانستيجيا. حتى قبل ما نحط مثلا سواء كان النيزو فرنجال ايرواي او كان التيوب، از بريفيرد يكون كوتد باللادوكين جيل، لانه اوريدي بيعمل هيلب ل انستيز للميوكس وبريبير للبيشنت فور يعني انه عمليه النيزو تريكل انتوبيشن از جنرال. سو حتى ممكن لما يكون في عندنا سبريز، السبريز ان لو بس عملناهم للنزل باسج او للباك للثروت برضو بيكون very good للبيشنت فيه، عشان فكرة انه كمان حتى نعمل numbness للميوكس اريا وreducing لل bleeding incidence فيها. هاي اهم شيء من ناحيه انه كيف ليش انه بنستخدم هاي الميديكيشن. sometimes بحكي لك if time allows placement a soft nasopharyngeal airway before procedure may show what which nostril is more possible. والشغله الثانيه ممكن يعتبروها از انك بتعمل زي widening لل deletion لل selected nostril فيها.
أكيد بدنا ننتبه إنه يكون سايز أبروبريت و ف أجين هو فكرة إنه لما يعمل يعني هذا ال MBN دخل إنه رح يعمل ممكن من كومبريس للميوكس ف allowing stromatic placement during عملية الانسرشن لل ET tube. فكرة هي إنه بزي بيعمل dilation بيعمل مجال إنه ندخل التيوب in general فيه. هلا بدنا نحكي عن الإكوبمنت الخاصة بالنزل التريكل انتوبيشن. At general عادة الإكوبمنت هي the same للأوروتريكل انتوبيشن. يعني أكيد بدنا إندوتريكل تيوب، بس عادة في هلا يعني صارت حتى الإندوتريكل تيوب، في إندوتريكل تيوب خاصة في الأورال كافيتي، وفي عنا إندوتريكل تيوب خاصة في النيزل كافيتي. وعادة النيزل كافيتي بتحب تمتاز إنها شوية دميتر تبعها أصغر ومور هي فليكسيبل، وصم فيهم في من عندهم زي تريجر، يعني زي إشي بيسحب شوي بيعطي إنه الكيرفي سايت لإله. حتى منهم في موديفاي على البيفل تبعتهم عشان ما تعمل إنجري. again هاي من ناحية يعني اليوتيوب. برضو شغلة تانية أكيد بدنا الدوكين جيل، ويعني أي other water soluble lubricant. بدنا سبريز لنعمل أنستيزيا للأريا. برضو بدنا يعني بريفيرد إذا كان في عنا ميجل فورسبس مش غلط. عادة بحكي لك ما في داعي إنه يعني اللارنجوسكوب والستايلت ما بدنا يا أكيد الستايلت ما رح نحتاجه لأنه أوريدي رح يعطي مور ريجيديتي للإندوتريكل تيوب، وهذا يعني إحنا حاليا بغنى عنه. إحنا بدنا مور فليكسيبل عشان يكون يقدر يمشي مع الكيرفز الموجودة جوا النيزل كافيتي. برضو شغلة تانية ليش بدنا الميجال فورسبس وسمتايمز اللارنجوسكوب؟ لانه اوكي هلا هو اسمه بلايند بروسيجر، بس ان سم كيسز بيصير في سم كومبليكيشن دايركت انك شو رح تعمل انت جايدنج ل الاندوتريكال سوري النيزل تريكال تيوب ليدخل جوا الجلوتيك اوبننج فيه. بالاضافه انه يكون في عندنا نيزل فارنجيال ايرويز اللي هي الام بي اي او يسموها النيزل ترامبس، عادة زي انه يعني اذا في allow time هيك زي بنعمل check up من اول شيء using it انه اياتها النسر الاحسن to انه insert لها بتعطينا indicate. طبعا بدنا سرنج لنعمل inflate للكف، وحتى الكف احنا محتاجين البرشر فيه زي ما اخذنا بالauto trickle trip، ما بدنا create brush عشان ما يعمل لي injury. بدنا suctioning، بدنا يعني securing device mostly انه securing device يعني using بلاستر. نحط التكنيك as general كيف اللي already حطينا لما نعمل تثبيت للنيزوغاستريك تيوب فيه. هلا again هون some tube are designed for blind methods already حكينا. again some devices allow confirmation of intubation without placing face next to the tube already رح برضو نشرح عنهم لقدام. again بخصوص التيوب تايب، again نيزل تيوب عادة بتكون longer than الأورال تيوبس. البروكسيمال end لديس تيوب is placed either in the nasal or oral cavity and the distal end عادة بتكون بالتريكيال. برضو هذا التيوب بيكون فيه come with attached cuff، وهذا الكف مع البايلوت بالون هو فكرته انه ليعمل sealing against the tracheal wall عشان يعمل protection للأروي من أني ممكن vomit أو aspiration أو secretion تدخل هناك. طبعا smaller diameter للنيزل tracheal tube is compared to oral tracheal tube is preferred. فكرتها لتعمل reducing للchance إنه يصير في عنا trauma من ناحية sore throat, hoarseness, ulcers بالاريا. وفي ويز منها بتنعمل من ضمنها انها بيعملوا زي ثيرمو سوفتنينج للتيوب ليه عشان يحاولوا انه يعطيه السوفتنينج ويكون عملية انه اقل يستخدموا مينيمال فورس بعملية الانسيرشن لإله،
وفكرته انه again to reduce the incidence للتروما to nasal mucus. بس فكرة أو sometimes إنه بيخافوا منه إنه وين الأريا إنه الكف لما بدي يعمل له إنفلات إنه بيصير لأنه تشويه زي يعني الستركشر شوي للتيوب راح يتغير فممكن يعمل زي technical issue بالتيوب فيعمل يعمل زي obstruct in general لإله. طبعا دائما إحنا preferred إنه لما نختار choose الكف الET tube يكون ديميتر أقل يعني من 1 to 1.5 سمولر عادة لما نعمل له إنسيرت لنيزلي يعني than optimal for oral intubation يعني كيف اللي أوردي إحنا الستاندر ET tube اللي نستخدمه للأورال ممكن لما نعمل نحسب ونشوف الأبروبريت سايز أو اللينث موسلي هو السايز بعدين إحنا بننقص من 1 مليمتر ل تقريبا 1.5 فيه. طبعا اكيد بدنا نعمل بالاضافه انه بريبيرد شكل الايكوبمنت بنضح نشوف الكف اذا في ليكج او وات ايفر يكون في عندنا السرنج والسكشن والستيسكوب وشغله انه اجين حتى البريشر انه نتاكد انه عن طريق البريشر ديتكتد ديفايس اللي اوريدي احنا منشن بالاوروتريكال انتوبيشن. طبعا الستايلت ار نوت يوز ان بالنيزوتراكيال انتوبيشن لانها اوريدي راح تعمل ريدوسينج للفلكسبيليتي وبتعمل انكريز ريسك للانجري ديورينج للبلايند انسيرشن هيك انه احنا ما بنستخدمها بس من ضمن التيوبات المصنعه جديد في تيوبات صارت فيها الكاركتر انك انت تعطيها هذا الصم الكيرفد اللي اوقات احنا بنستعين فيه لما يوزنج الستايل الستايل اوقات بتساعدنا في تشكيل التيوب فاحنا بنقدر نعمل برضو تشكيل في التيوب للنيزل تريكي التيوب عن طريق صم يعني اوبشنال هيك ضافوا عليها لتعطيها هاي الكاركتراي وهلا رح نحكي فيه. طبعا في عنا هذا التيوب اللي هو اوريدي بريفيرد للنيزل تريكي انتوبيشن اللي هو الاندو ترول تيوب بيميزه شوي هو سلايتلي مور فليكسيبل ذان الستاندرد الاي تي تيوب اللي بنستخدمه للاورال انتوبيشن عاده هذا في اكويبد وذ تريجر هذا زي اتاتش بيس اوف لاين موجود شوفوا وين الادابتر تبع بدايه التيوب في عندنا زي الحلقه هو زي حلقه وزي بتشدها فبتسحب سمثينج هاي لما يصير بولينج للتريجر بيصير شو انه موفينج للتب للتيوب انتيريورلي فهذا بيعمل انكريز للاوفر اول كيرفز للتيوب فبيعطي انه يعني الانحناء اللي sometimes احنا يعني بنستخدم الستايلت او الشيب اللي بنستخدم sometimes الستايلت ليعطينا اياه فهو this feature هيك بيعمل replace للfunction للstylet so no need إنه already إحنا حتى نستخدم stylet هنا these types of nasal trick in tube. طبعا again نرجع نأكد sometimes بيعملوا مش sometimes suppose إنه يعمل covering للnasal trick tube with soft material بيكون is an important modification مقصود فيه عملية إنه نحط lubricant على التيوب الفكرة منه انه ليه ليعمل sheeting of tube reducing trauma to nasal mucus and prevent impaction of foreign body object into the tube برضو زي نوت انه these techniques اوقات انها suitable in patient with bleeding disorders or high risk ليصير عنده epistaxis or nasal pharyngeal trauma so احنا حكينا already احنا بنستخدم lubricants والvasoconstricting already ان هدول نعملهم applied على النيزل باسج انه before introducing للإندوتريكال تيوب as general دائما بريفيرد بالبدايه نستخدم various في عندنا مليان انواع كتير الديبند على البريفيرد يعني انه نستخدمه نستخدم فازو كونستركتين عشان نقلل سواء كان سبريز سواء كان دروبس الديبند الشغله الثانيه اكيد بدنا نحط apply ل يا لدكين جيل يا ووتر سوليبل لبريكانت وهذا بيعمل انه allows for smoother advance
as well إنه بيعمل better transfer of rotation along the endotracheal tube along the during direction manipulation is if it's needed during عملية الانسيرشن. فأكدنا على هاي الأهمية. فهاي step إنه is preferred إنه ما ننساها at all لما نعمل يعني preparation لأور equipment لما نكون نعمل نازل tracheal intubation. هلا بدنا نحكي عن الـ preparation لعملية الـ intubation لـ wake patient. طبعا for sure واحدة من الأمور اللي إحنا بدنا care about it يعني بالإضافة للـ BSI هو نعمل clear explain الـ procedure للـ patient why إحنا need to perform بالذات لأنه هو again awake وهو عادة رح يكون هو الـ perform تبعه وشو ممكن complication أو side effects تصير خلال عملية intubation in general. طبعا أكيد بدكم تحكوا لهم يعني إنه things ممكن البيشنت تصير لها observe ليه عشان ما يصير بحالة panic أو anxiety ويعني تعطي نوع من الريليف والكونفيرم إنه that's normal إذا happen during the procedure. Explain that they will not be able to talk afterward and the tube may need to stay in for several days or longer is depend on the situation. Tell the patient that their complete cooperation is needed to do the procedure. إنه بحاجة للتعاون معهم. دول patient تعاون مع ال provider لل procedure لا يمشي الأمور in optimal way. Sometimes يعني مش كل الحالات ممكن انك تضطر تعمل gentle restrain للبيشنت هاند during البروسيجر بسبب انه as reflex انه ما يحاول يشيله او يعيق عملية الانسيرشن كرمال ما يصير معه any complication or trauma بسبب الفورس اللي ممكن يعملها. طبعا اكيد اشي مهم لازم نعمل pre oxygenation للبيشنت عن طريق using الباج ماسك VM والconcentration 100% يعني إننا بنحكي من around 8 إلى 10 breath per minute بنضمن إنه في عنا adequate chest rise بالإضافة إنه auscultation إنه للpatient breathe sounds to confirm adequate ventilation. من كمان من ضمن during عملية ال ventilation أكيد رح نكون نعمل check وprepare لأور equipment in general فيها. بعدين هلا بأكيد بدنا نعمل positioning للpatient وأهم شيء إنه يكون in a neutral position in general. عادة ال optimal position هي sniffing position in general يعني بيكون ال patient حتى ال optimal مش شرط هو يكون نايم إنه ال sniffing position حتى هو إنه sitting upright بتكون النك flexed وال head slightly extend across ال atlanto occipital joints فيها عشان تعمل more facilitated أكتر بعملية الانسيرشن او انه اذا ما بنحطه بالذات لما يكون ان اوبريشن بخلوه ان سوباين بوزيشن ذاتس فاين. فهاي احنا من ناحية ال البريبير اللي احنا شود بي دو ات وذ ذا بيشنت. طبعا اكيد من ضمن انه لما نعمل تشيك وبريبير اور اكويبمنت من ضمنها حضر وحتى كيف نعمل لبريكيت لليوتيوب تشيك اب على الكافس انه شغالين مش شغالين يعني لايك اول ذيس بروسيجر اوريدي انتو يعني منشن قبل احنا كتير سواء بالاورال او بداية المحاضرة. هلا بدنا نحكي من ضمن البريبريشن از فيري امبورتانت انه النوسترا سيلكشن دائما هلا انه نختار الكوريكت نوسترال از فيري امبورتانت. طبعا في كتير مثل انه نعمل هذا السيليكشن في sometimes لما يكون جوا الهوسبيتال بالذات اذا كان جوا operation انه عن طريق بيستخدموا anterior rhinoscope انه بيعملوا زي visualization للاريا زي الطريقة اللي بسموها provaginal method لا يشوفوا اذا يعملوا selecting للنوسترال بتكون appropriate one انه ما في عندها any tumors ما في any obstructs ما في any curves abnormalities like this. So يعني هاي واحدة من الأمور. الشغلة الثانية دائما إحنا preferred إن نختار ال right nostril in general because عادة ال
الكريفجرز للتيوب بيكون in the correct original related للبيبل. هلا عادة احنا لما نعمل insert للتيوب دايما بنحكي انها البيبل لازم تكون toward what septum okay فيها. So دايما الاسهل ندخل من الرايت right لانها هي بتكون more اول شيء wider. الشغلة الثانية يعني بتكون انه مشية البيبل وانحنائتها تتلائم مع هاد الكيرف ويكون much easier than left. بس in some situation ممكن يكون في عنا obstruct أو في عنا resistance موجود وما مش able إنه إحنا نكمل هنا. then mostly إنه راح نروح نعمل insert للtube بالleft one. ودائما لما نكون إنه نختار بالleft one يعني بنغير التube نختار واحد يكون diameter أقل بنص مليمتر. وبعدين بندخله طبعا after ما برضو نعمله prepare من ناحية lubrications. ولما يوصل لعند منطقة التب يعني تدخل على منطقة النيزوفرينكس بريفيرد ان نعمل له روتيشن 180 درجة عشان يعمل ايزي عملية الانسيرشن جوا التريكيال اد جنرال. هاي احنا انجينا من ناحية النيزيال سيلكشن. طبعا موصلي لما احنا نعمل ادفانس للتيوب رح يكون هو موصلي بيمشي على النيزل فلور بتكون مور لانها بتكون احسن وكلير ومور دايركت اوريدي بيمشي مع الكير وبتكون توورد للاير فبيكون عمليه الانتوبيشن اسهل. نيفر انه نخليه فورورد لقدام لانه ممكن يعمل بورفريشن ويدخل على الكرينيال اريا ويعمل لي مشاكل فيها. اوريدي احنا منشن وحكينا عن هذا الموضوع. Like we mentioned before during عملية preparation للpatient for sure إنه إحنا راح من ضمن preparation إنه نعمل examine للنسترة لنشوف أياتها larger وما في عندها any issues. من ضمن حتى prepare للpatient إنه أكيد إنه نعمل spray للnasal passage والback of the throat appropriate topical anesthesia وvasoconstriction. Again فكرة منه نعمل numbness للميوكال اريا وال reduce للبليدنج انتنسيتي. وبرضو حكينا انه احنا رح نعمل لابريكانت للجل التيوب نفسه mostly انه اللابريكانت بيكون على الديستال 4 سنتيز with the اكسلوكين جل ممكن. اكيد حكينا من ضمنها رح نعمل تشيك اب للبالون ونشوف انه اموره تمام ونتاكد انه حتى الادابتر انه فريم لي سيت على التيوب عند البروكسيمال اند فيه. هلا بعدها بعد ما عملنا انه اوريدي بري اكسجينيشن وبوزيشن للبيشنت هلا رح نبدا انه شو عمليه الانسيرت للتيوب وانه with the flanks facing the nasal septum. وحكينا بتكون البيفل toward septum in general بالذات احنا preferred انه نبدأ what بال right side. in some cases sometimes انه بيقولوا is preferred انه before you انه نحط التيوب نفسه sometimes preferred انك establish يعني البتنسي للنيرز عن طريق ان نحط واللبريكيتد ام بي اي اللي هو او حكينا النيزل ترامز من ضمنه انه شو بيعمل زي كومبرست على ميوكال اريا ونتاكد انه امور النيزل تمام كل هالقصص. هاي واحدة من امور تشيك. بعديها after when we do that we can هلا insert التيوب ونبدا عمليه الانتوبيشن. طبعا is preferred ان احنا نكون stand beside the patient with one hand on the tube والother الهاند using the thumb والindex finger يكون وين بالبيتين لمنطقه اللارينكس. هلا ليه فكرة انه sometimes من ضمنها تو شغلتين. اول شيء لا يعمل نعمل manipulation للارينكس عن طريق انه نعمل سلك مانوفر. شغلة تانية انه ممكن لنشوف اذا صار في عنا soft tissue bulge اوكي بالايذر سايد للايرواي.
ليه هذا بيعطينا indicator إذا هو ممكن sometimes إنه التيوب بدل ما يدخل على الglottic opening وين بيروح بصير insert على منطقة البيفروم البيرفورم فستم اللي هي بتكون على جوانب الglottic opening البوستيرير اريا فبيصير يحشر فيها هناك. فإحنا لما يصير هناك يحشر ويدخل إحنا بنحس شو في عنا بلج. بهاي الطريقة بنقدر نعمل منوفر معين رح نحكيها لقدام. So هاي الفكرة اللي بدي أحكيها هون. هلا بدنا نكمل بخصوص التكنيك. هلا prefer إنه is preferred قبل حتى ما نعمل insertion للتيوب اللي هو النيزو تريكل تيوب. Sometimes إنه preferred إنه نجيب ال MBO ونعمل insertion لإله بالبداية. الفكرة زي المرة الماضية حكينا نشوف إنه ال patterns إنه أمور اللارنجو أمور النيزل إنها باتنت وأمورها تمام. الشغلة الثانية إنه أوردي حكينا ممكن يعطي some advantages لي إنه بيعمل compress للميوكال ممبرين ممكن يعمل kind of زي dilation فيه وكذا. حتى أوردي when we are putting لما نعمل لبريكانت لإله أوردي هذا ال MBO ونحطه أوردي هو كمان بيساعد على عملية وات إنه numbness للميوكال أريا ويعني فهاي ال advantages if we have time we is prefer to do it. هلا after انه ما نعمل نبدا عمليه الانسيرشن اكيد رح نعمل انسيرشن رح يكون جنتل وستدي وبريشر انسيرت للتيوب دايركت توورد ذا اوكسيبيتال بروتوب البروتوبيرانس اوف ذا اون ذا باك اوف ذا سكول وذ بيبل تيرن توورد ذا نيزل سيبتم. مقصود فيها اني انا هنا بهمني during عملية الانسيرشن لا النزل تيوب انه يكون البيفل تكون باتجاه toward النزل سبتم اول شيء. الشغلة الثانية الانجل الانسيرشن is very important so فعليا لازم احنا نعمل الام للتب لا لتيوب تكون انها زي ستريت باكورد توورد ذا اير. اوكي الجول منه انه تو فولو للفلور اوف نيزل كافيتي انتل ذا تيوب انتر للنيزو فارينكس طبعا. وليه؟ لانه احنا ما بدنا نعمل انه يكون التيوب يمشي توورد للاي ليه لانه اوريدي هذا رح يعمل دامج ورح يعمل لي bleeding ورح يعمل لي many problem فيها. So again الفكرة انه احنا بدنا ندخله again the bubble toward النيزل سبتم. الشغلة الثانية انه already انا بدي اياه لما يكون يصير advance للتيوب يمشي على الفلور للنيزل كافيتي فاوريدي باي ديفولت رح يمشي مع الاناتوميكال كيرفز الموجود رح يكون الاناتوميكال الاتجاه اللي احنا عم نمشيه وعم نعمل له بوش فيه هو بيكون وات اوتسايد توورد لمين للاير نوت انسايد للابر اجين فيها. طبعا اذا حسينا انه في كايند اوف سم ريزيستنس موجود عندنا بنحاول انه شو نعمل نعمل سلايت روتيشن نعمل شويه مانيبيليشنز حتى في از بريفيرد سم تايمز انه لنعمل فسيليت لعمليه الانسيرشن اللي بصير انه بايدنا اللي مش ماسكين فيها التيوب مثلا اذا احنا ماسكين بالرايت نمسك بالليفت شو نعمل نمسك الهيد منطقه الهيد الاوكسيبيت ونحطها وات زي انه كب زي كيف انه نحوطها كلها بايدنا ونصير نعمل مانيبيليشن للهيد بطريقه انه لحد ما نضمن انه ال هيك بنعمل زي انه انترينج او بنعمل فاسيليتد لعمليه الانترينج للجلوت للاندوتريكال او النيزوتريكال تيوب للجلوتيك اوبننج. كيف بنعرف؟ بنضلنا احنا زي نعمل هذا المانيبيليشن
فموستلي بنضلنا نعمل موف ذا بيشنت هيد انتل لما يصير انه احنا بطريقه بوزيشن انه عم بتلاحظ كميات هواء كبيره عم بتفوت جوا التيوب. سو هذا يعني بهاي البوينت انت هون بنضمن انه حاليا انت ابوف الجلوتيك اوبننج ان جنرال من هاي ضمن هاي التكنيكس. وفي تكنيكس ثاني بنعمل اوريدي كمان نضمن نعمل مانيبيليشن لمنطقه التريكيال لنضمن انه اول شيء السلك مانوفر انه كرمال انه نعمل ديكريز لاي جاج ريفلكس ممكن يصير سيميليشن. والشغله الثانيه برضه انه تو انه نعمل سنسيشن اذا صار في عندنا رونج انسيرشن للتيوب بارياز از نوت سبوز غير الجلوتيك اوبننج اللي بيصير سام تايمز واحنا ماسكين المنطقه فجاه بتحس انه في سوفت تيشو بلج صار موجود بالايذر سايد. اوكي فهاد بيعطينا بروبابلي انه التيوب وين صار له انسيرشن بالبيريفورم فوسه. اوكي اللي هي موجوده وين بالبوستيريور من الجلوتيك اوبننج فيها. سو هاي طبعا الها لما نحس هذا الموجود انه الها اذر تكنيك رح نحكي فيه لقدام من ضمن النوتس. بس نكمل هلا على التكنيك الطبيعي او الستاندر. طبعا عادة بنلاحظ some resistance may be encountered when the tube reach the posterior narrow pharynx. بهاي الجهة in this point رح نعمل gentle manipulation لنعمل easiest لعملية الباسج past لهذا ال resistance. فبنعمل turn بسيط يعني after reaching ل النزفرينج ليه عشان نضمن انه ما يصير هذا ال resistance عنا وضله ماشي اموره facilitated مع شوية برشر بسيط. never force it. حسيته مدقر معك بتشيله بتروح على الاذر سايد تخلي التيوب اصغر بنص سنت بنص مليمتر. نفس الشيء بتعمله لبريكنت بعدين بتبدا تدخل. بس دائما احنا بريفير بالراي دائما اللفت شوي رح تغلب ورح تضلك تضطر انك اول ما توصل منطقه اصلا لحالك اول ما توصل عند منطقه النيزو فارينكس انك رح تعمل روتيشن لتسهل عليك الامور اسهل. سو طبعا رح تلاحظ during واحنا اول ما نعمل advance للتيوب يوصل لمنطقه النيزوفارينكس رح يصير تسمع انه هواء عم يدخل جوا التيوب. اوكي از انه ما البيشنت بيكون شو عم يعمل breathing طبعا. فواحدة من الامور انها بنخلي لما يكون في عندنا هون بيقول لك البيشنت spontaneous respiration guide the tube and confirm proper placement. الفكره انه اللي بيصير انه منصير احنا نعطي انستركت للبيشنت مثلا خد ديب بريث او ديب سوري انهيل ديب بريث او انهيل ديبلي. هذا مباشره لحاله شو بيعمل زي كانه عم يشفط التيوب ولحاله بيصير بده يدخله وين على منطقه الجلوتيك اوبننج فيها. سو يعني الفكره انه طول ما البيشنت قاعد يعني قاعد بيعمل انهيلز في عنا هذا نيجاتيف بريشر كرييتد طبعا باي عمليه انهيليشن. وهذا بشو بيعمل فاسيليت لعمليه الموفمنت للتيوب ليدخل جوا ثرو الجلوتيك اوبننج فيها. سو واحده من الامور كمان بعد ما انك تحس بتبدا اول ما يوصل للنيزو فارينكس بصير انك تحكي للبيشنت خد نفس عميق خد نفس عميق. هذا اوريدي رح يساعد على عمليه انه شو تضمن انه موستلي انه يعمل بليسمنت للتيوب بالوذن التريكيا. وهذا طبعا كيف انك بتلاحظ راح تلاحظ انه صار عندك الهواء بزياده انكريز جوا التيوب. سو التيوب از ادفانس از البيشنت انهيلت اجين من تاثير النيجاتيف البريشر اللي اوردي كرييتد باي ان انهيليشن بروسيس از وي منشند. زي ما انتم ملاحظين كيف عمليه الانسيرشن بتكون البيفل إنها باتجاه السبتوم بصير عملية الانسيرشن. لاحظوا هون كيف إنه هون حاط إيده على منطقة وات التريكي عشان نشوف إذا during عملية خلال الانسيرشن صار في عنا bulging أو لا فيها. طبعا في هون أنا نوت حاطت لكم إياها sometimes ذاك اللي وقت لكم الإكوبمنت مش غلط تخلي فيه إنه يكون في عنا لارنجوسكوب وميجل فورسيبس عشان إذا نتحول من البلايند للنيزو تريكي لوت للجايدد نيزو تريكي انتوبيشن.
هلا sometimes لما يوصل التيوب لمرحلة الأوروفارينكس كيف بدنا نعمل؟ نقول البيشنت افتح تمك أو إحنا بنفتح له تمه إذا مش هو قابل إنه يفتح، كان هو طبعا loss of conscience، إذا بريفيرد إنك أنت تعمل هون guided nasal tracheal intubation، إحنا هون بنفتح تمه عن طريق اللارينجوسكوب، بنصير وقت نعمل بنمسكه كاتش للتيوب، طبعا بنحاول نبعد وين عن الكف، ما إنه نمسك الكف عشان ما نعمل له رابتشر، نمسكه بنصير إنه إحنا ندخل التيوب وين جوا الجلوتيك اوبننج فيها. So when the tube has reached the oropharynx، oropharynx إنه لو بالواحد الطبيعي لو قلت للبيشنت افتح تمك لحاله راح تشوفه، بس هاي sometimes بنستخدمها إن البيشنت هو not awake طبعا unconscious. Manipulation of the tube with meagle forceps and laryngoscope is done with to facilitate its move into للتريكيال عن طريق إنك أنت تدخله أصلا تعمل له guide وتمسكه وتدخله جوا الجلوتيك اوبننج لتضمن إنه دخل. هلا بعد ما انه نرجع النقطة الأساسية انه احنا صار اليوتيوب ادفانس عن طريق انه الانهيليشن بروسيس، بنصير نعمل وقت listening للإند اوف ذا تيوب فور الاير موفمنت ان اند اوت وذ ايتش ريسبيريشن. طبعا dont force the tube down as structure in the larynx may be torn، ما بنجبره خلص. If properly positioned the tube will easily slip into trachea، يعني ما دام اموره دخلت اموره تمام بنزل لحاله، ما في داعي انك تقعد انت تضغط وتدخل فيه ليه عشان ما تعمل تيرن لمنطقة اللارينكس فيها. طبعا keep your other hand in the cricoid cartilage to bulbate the assisted tube passage، انه هو زي سلك منوفر من ضمنها قلت لكم عشان نشوف اذا كان صار في bulging لتميز. هلا بدنا نكمل برضو من التكنيكس اللي already رح نعملها للنازل شكل intubation. As I mentioned قبل بالسلايد اللي قبل during عملية إنه insertion للنيزوتراكيال already بدنا نعمل instruct the patient to take deep a breath، وحكينا لأنه already negative pressure رح يعمل إنه facilitate لعملية entrance للتيوب في التراكيا فيها. So أكيد رح نعمل هلا instruct the patient أول ما يوصل لمنطقة النيزو pharyngeal area إنه to take a deep breath. هلا إذا صار إذا لما during عملية الانسيرشن إذا حسيت البيشنت قاعد بيعمل يعني زي إنه بده يعمل هيك كافينج أو جاجينج أو whatever، حاول تقوله لا يعني امسك حالك أوكي فيها، يعني as much as possible، لأنه ليه؟ لأنه رح يخرب كل بروسيجر as general. So بعدين نعمل gently advice لليوتيوب خلال عملية inhalation. طبعا for sure وإحنا عم نعمل أكيد رح نضلنا نعمل listening for breath sounds ونشوف يعني فعليا في شوية دلائل. هلا فعليا لما يوصل جوا منطقة التريكيال بالذات إنه يوصل عند يعني إنه نضمن إنه nearly لعند منطقة الكارينا رح نلاحظ وقت رح نلاحظ إنه في عنا تكون لل الفيبر كوندنسيديشنز ثرو التيوب، يعني في زي بخار معليه لانه كل ما نزل لتحت قدم كل ما كان الكونسنتريشن للووتر فيبر فيري انه هاي، لهيك بنلاحظوا هذا جوا التيوب. طبعا اكيد بنضلنا لسننج للبريستاند وديلفنج اسنس اوف تايمينج اند ريثم، بنكمل ادفانسنج للتيوب والسبوز ديورينج عمليه الانسيرشن انه ما تلاقي اني ريزيستنت بالذات لما يدخل منطقه التريكل، فعليا لازم يدخل وقت انه اذا انت كوركت انسيرت فعليا راح يصير سليبنج ايزيلي وانه يدخل ايزيلي فيه. طبعا الشغله اللي بنحكيها there is some techniques ممكن انه ينعمل عشان يعمل زي facilitated لعمليه الانسيرشن بالذات اذا كان في عندنا البيشنت، يعني ممكن نطلب انهم voluntary tongue extraction انه طلعوا لسانهم لبرا، او انت ممكن تمسك جاز وتلفها حوالى التنج وانت تعمل له سحب. وحكينا اوريدي عمليه كيف انه المانيبيوليشن للهيد، بالاضافه ان نحط بوستيرير بريشر على الثيرويد كارتليج انه برضو كل هذا بيساعد للبوزيشنينج لللارينكس وعمليه ايزيلي لانسيرشن للتيوب وذن. طبعا بنكمل خلال عمليه البليسمنت للتيوب جوه التريكيال اكيد بدنا نعمل هلا
externally observe للادفانسمنت للتيوب toward الكارينا عن طريق انه في بيكون ميستنج زي ما حكينا فيبر جوا التيوب. بنلاحظ الساوند انها صارت ماتش هاير. كلها هاي بتعطينا كايند اوف زي انديكيتر انه في بلش عنا بروبل بروبلي بوزيشنينج, بس هذا برضو ما بيعني انه هل كونفيرم لجريتلي كونفيرم. طبعا افتر انه بليسمنت اوف ذا تيوب ان ذا تريكن ويل ايفيدنس باي انكريز ان اير موفمنت ثرو ذا تيوب افتر ذا تيوب هاز بين بروبلي بوزيشن فلات ذا ديستال كاف with minimum amount of necessary to achieve airtight seal. طبعا this done ممكن around تقريبا احنا راح نحط من 8-10 سي سي اكسجين فيه. طبعا الشغلة الثانية بالاضافة انه احنا راح نبدأ عملية انه يعني زي تشيك اب انه بالفعل انه هو ترولي دخل التريكا ولا لا. فاكيد هلا رح نعمل اتاتش للانديتايدال سي او 2 ديتكتر او الويف فورم كابنوغرافي على النيزل التريكا التروب على الادابتر يكون بينه وبين البي في ام. وهنا بعد طبعا نبدا عمليه الفنتيليشن. بنلاحظ اذا اوريدي في عنا يعني بعد افتر 6 بريث اقلها انه في تشينج الى للقراءة. بالإضافة إنه رح نعمل يعني تشيك اب زي الويل اللي أخذناها بالأوروغاستريك بالأورو تريال الأورو تريكيال انتوبيشن. بنلاحظ عليه بالجاستريك إنه ما في أي ساوندز باي لاترال, بنشوف الساوندز على التشيست. يعني كل هاي الأمور أوريدي بنعملها أوريدي تشيك اب وبنشوف التايم والريت للانهيليشن بروسيس. بالإضافة إنه بدنا نراقب البيشنت كونديشن آت جنرال فيها. طبعاً sometimes إذا حسينا فيه شوية slightly blood نعمل عليه control by gently pinching للنوسترال around the tube زي إنه لحاله يعمل stop للbleeding by إنه ممكن التجمع سام كلوتس وخلص وينهي الموضوع. هاي من ناحية انه احنا كيف انه التكنيك انه للانسيرشن للتيوب. طبعا احنا يعني كانت في ادفانتج من ناحية الاوروفرينجيال الاوروتريكيال انتوبيشن انه sometimes we can انه visualization للتيوب passing between the vocal cords, بس هير different فمننا نستخدم other methods من ضمنها again حكينا انه يكون في movement للair out والin بالتيوب during the breathing with يعني again good indicator, بس هي مش the only one. So in some cases ممكن يعني يكون only the tip of nose tracheal tube he passed through the glottic opening يعني مش كله دخل. So هذا ما بيعطي انه كونفيرم انه هاد خلص انه سيف انه نعمل له سكيرن ف لانه ممكن اي سلايت بيش ممكن تعمل ديسلوج للتيوب انتو الاسوفيجاس وهذا مشكله. سو الموفمنت للتيوب كان بي اولسو ريزلت انه يصير ممكن عندي رايت مين ستيم بليسمنت فيها. سو اجين بعد ما انه نشيك من ناحية انه اموره تمام بنعمل اذا clean up لانسكريشن or exit lubricant وافتر انه نعمل confirm انه الاموره تمام رح نعمل في securing. طبعا as I mentioned before after we احنا نعمل attach للإنديتايدال تيدكتور already بنعمل attach للفنتيليشن ديفايس للتيوب نعمل بداية عملية الفنتيليشن to the patient according to his or her clinical condition. طبعا again suppose after إنه إحنا عملنا intubation بالذات البيشنت already إذا ما صار له improve after intubation بدنا نعمل ري اسسمنت للتيوب بليسمنت.
انه already يعني sometimes the escalation ما بيعطي انه هو already something انه والله as a strong confirmation method, لانه already the patient عنده spontaneous breathing. زي ما ذكرين اول ما حكيت المحاضرة, واحدة من الانديكيشن انه انك تستخدم نيزو تريكل انتوبيشن هو already عنده spontaneous breathing, يعني هو already breathing فقط بس في عنده يعني مش هال adequate one. So لهيك ممكن انه sometimes انه البيشنت يبين معك انه هو تريكلي انتوبيتد بس هو actually احنا عاملين للاسوفيجلي انتوبيتد فيه. طبعا هلا بعد ما نعمل نضمن انه is confirmed وintubated positive pressure ventilation greatly improve patient oxygenations. So بعدها هنا بنعمل عملية ال securing للنيزوتريكل تيوب. طبعا بنعمله بعدين ventilation على ال appropriate rate while بنضل continuous monitoring للكابنوغرافي والبلس اوكزيميتر يعني ك vital signs. من ناحية securing عادة الديفايسز اللي بيستخدموها للأورال انتوتريكل سكيورينج ما بتكون سوتيبل للسكيورينج للنيزل انتوبيشن. سو في ممكن نستخدم زي تبعت الاي في ست ممكن تكون منيحة, في عندنا التايز, في عندنا الفلويد تيبس, هدول يعتبروا ماتش بيتر سوتد فور عملية السكيورينج لهدول التيوب. طبعا بالذات التايز شود جو انه يعني التايز الاربطة شود جو ذا هول واي اراوند ذا هيد to prove maximal security. So preferred بعد ما نعمل هيك إن نعمل برضو secure للhead والneck with using cervical cooler أو embolization device إذا كان the patient able to tolerate this device. هاي من ناحية إنه securing. طبعا كدوكيومنتيشن اكيد لازم نعمل دوكيومنتيشن للبروسيجر بالبي سي ار الخاص بالبيشنت, مثلا قديش عدد السكسسفل او السكسسفل ان سكسسفل اتيمز, السايز الاتيتيوب اليوز, الديبث, الكونفيرميشن الاتيتيوب كونفيرميشن اليوز, الريزلت للانتايدل سي او 2 ريدر ديكتور, التايم اوف اتيمز. يعني such this information is very important نحط في documentation لتعطي hint للي بعدينا انه what's happened وكيف كانت الامور. طبعا هاي من ناحية as general فيها. So again يعني دايما ضلنا نعمل continuous وضلنا نعمل good listening لل brief sounds. من ناحية again لما نعمل insertion تعمل advice. هلا sometimes patient لما انت تدخل فعليا انك حسيت دخلت في الجلوتيك اوبننج وصرت هلا في التريكيا, فممكن البيشنت تصير عندك جاجينج او كافينج. هلا بهاي البوينت شو بتعمل؟ ادفانس يعني تقريبا فقط اتو يعني 2 سنتيمتر مش اكتر من هيك, لانه معناته هنا تقريبا انك يو ار ان ذا موستلي ان ذا كارينا اريا وانك تعديتها 1 سنتي عشان ما تعمل ميستيك انتوبيشن بوحده من البرونكاي. فهاي انه من ناحيه البروسيس لا الانسيرشن لما تكون as in as considered as standard one without any complication. ورح نحكي شوية complication ممكن تصير during عملية الانسيرشن وكيف إن نحلها. طبعا هلا بدنا نحكي عن البيك ايروي, البيك ايروي اير فلو مونيتور. طبعا this peak عادة بنحط على التيوب حسب اذا كان موجود عندك, اذا بريفير تحطه من اولها على التيوب, اذا كان مش موجود that's fine. فكرة انه البيك ايروي مونيتور هو عادة disposable device that can magnify the patient respiratory with a whistle sound. يعني هو اصلا بيعطينا indicator اذا احنا already صرنا في عنا correction placement للتيوب or not فيها, بالذات بالبلايند نيزو تريكل انتوبيشن. So هو attached to the end للET tube, عادة بيكون بالproximal end, بيستخدموه mostly بالبلايند نيزو تريكل انتوبيشن, بيعملنا monitoring للstates of airway. هلا if you hear a whistle you know that air is moving through the device. هلا no sounds mean that the tube is in the wrong place or no trachea is obstructed. ف
فيعني sometimes واحدة من ال device اللي بتساعد إنه تعطيك hint إذا أنت عم يعني تعمل correction placement or not في as a general. هلا ممكن related to some complication إنك تعمل discontinue لعملية intubation attempts. طبعا depending لما تكون كمان تاخد الادفايس للميديكال دايركشن في عنا البوتنشال كومبليكيشن ممكن تخليك تعمل فينيشينج ليور اتيم زي لما يكون عنا اسفيجال انتوبيشن ابستاكسيس سوفت تيشو انجري فوكال كورد انجري فيجل ستيميليشن ممكن يصير انتراكرانيال تيوب بليسمنت ذات ذا البيشن عنده بيزلر سكيل فراكشر. هدول انه sometimes انه بيعطي indicated انه لنعمل finish للاتيمز للانتيبيشن. طبعا يعني كقاعدة اساسية دائما لما الانتيبيشن failed او انه انك انت تعمل disconnect لعملية الانتيبيشن before تعمل re-attempt again لعملية الventilation you suppose in intubation you suppose انك تعمل ventilation about يعني 30 seconds before انك تعمل الattempt الثانية. طبعا زي ما احنا هنا sometimes حتى you, if you have a doubt هلا احنا عادة لما نعمل placement للتيوب بالنزل trickle intubation الفكرة انه عادة انه راح نلاحظ وقت انه improve بعملية بالvital signs in general والstatus للpatient فيها. بس انت اذا لاحظت انه في deterioration بالكيس تبعته وانه worse and not improving هون بدك تعمل remove للتيوب ونعمل re-attempt لعملية الintubation. برضو إذا كانت device in some way become contaminated with fluid أو EMCs أو whatever برضو هذا ما بنخليه لأنه إحنا حكينا مرة راضية عن إنه من ال complication ال serious one هو البكتيريميا وأنا بخاف أكتر إيش لما يصير لل valve لل heart valve infection فيهم. برضو if the tube doesn't go in easily on the first try عادة يعني في كتير تكنيكس بيعملوها such as انه ممكن يا بيشلوه يا انه بيعملوا له يعني بول باك او انه withdrawn لمنطقة الأوروفرينكس بعدين بيعملوا attempt للانسيرجن لإله. طبعا again هو الماني يعني guideline بقول لك يعني never انك ممكن انك تشيله يعني as completely الا اذا انت يعني خلص فاقد الامل انه رح تزبط. طبعا again لانه prolonged attempts عادة اللي بخاف منه ها prolonged attempts ممكن تعمل بعملية الانتيبيشن شو رح تعمل worsen الهايبوكسيا so suppose each limit انها ما تتعدى اكتر من 30 seconds in as in general. so زي ما احنا هلا هون بالسلايد كاتبين when the patient inhales advance the ET tube and it may go right into the larynx and trachea هذا اللي سبوز. but if it does the patient will try to cough هلا the patient will not be able to speak if it doesn't go into the trachea يعني هذا الوضع الطبيعي انه لما يدخل على التراكيا بيصير البيشنت اوريدي بيعطي كاف لانه منطقة الكارينا والشغلة الثانية ما بيقدر يسبيك لانه اوريدي التيوب مارق من وين من منطقة الفوكال كوردز فيعني صعب انه يحكي فيها. هلا اذا البيشنت لا ما كانت هاي الاعراض موجودة ومن ضمن حتى الاير موفمنت شو بنعمل عادة؟ عادة احنا بصير نعمل بول باك او يعني ويذدرون للتيوب لحد ما ترجع البريس ساوندز اللي اوريدي سمعناها اول مره خلال عمليه الانسيرشن لما كان بالنزل فرنجل اريا. هلا بهاي يعني لما ترجع هاي الاصوات اول ما ترجع او مثلا اذا كنا حاطين هاي الصفر اول ما ترجع تصفر شو بنعمل؟ هلا بنعمل تيرن للاتي تيوب. طبعا هاي التيرن طبعا الكونتير للكلوك وايز بنعمل تيرن بعدين شو بنعمل؟ بنحاول نعمل ادفانج. هلا شو فكره انه اوريدي احنا هذا التيرنينج
لما عملنا هاي الدوران البسيط للإتي تيوب أوريدي، هلا غيرنا الأوريشن للبيفل اللي هي نهاية التب، أوكي؟ سو إنه هلا بيقدر إيزيلي سبريد للأرتنويدز rather إنه being إنه deflected to the sides. يعني هلا بيقدر يمرق يعني بسهولة من هاي الأرتنويدز بدل ما إنه يعلق فيها. هلا if this failed هلا بنعمل برضو بول باك للإتي تيوب as before، اوكي. بعدين شو بنجيب؟ بنجيب التراكل سكشن كاثيتر، اوكي. شو بنعمل؟ بنحطها من جوا الإتي تيوب، بعدين بنضلها منزلينها لحد ما البيشنت شو يعمل؟ كف. فلما يعمل كف احنا هون ضمننا انه الكاثيتر صارت وين؟ بالتراكيال، ونزلت وين؟ حتى وصلت لعند الكارينا. هلا هاي بعدين مباشرة شو بتعمل؟ بتستخدم زي كأنه هو جايد وير، بتعمل ادفانس للإتي تيوب على الأوفر عليه as general. يعني هاي واحدة من التكنيكس اللي بدنا نعملها إذا صار في عنا فيل بعملية الانتوبيشن، يعني أو صار ما في some wrong with it. برضو يعني هاي I mentioned قبل إنه من الكومبليكيشن، أنا قلت لكم يعني لما نعمل sometimes بدنا حاطين الإيد الثانية الاندكس والثامب على بالذات البوستيريور ثيرود او المنطقة اللارنكس والثيرود. ليش؟ هلا اذا احنا قدرنا هلا sometimes اذا كان في صار في bulging زي soft tissue bulging، دلالة انه التيوب دخل بال البريفروم فوسا. هلا هون بدنا نعمل نمسك البيشنت هيد زي كيف نعمل manipulation، بعدين نعمل slightly withdrawal للتيوب لحد ما نسمع أكثر يعني flow ممكن من يعني حركة ممكن وإحساس ممكن من مجرى الهواء. بعدين هلا بنصير أول ما البيشن بصير يعمل inhalation بصير شو ندخل مع الinhalation، أوكي. هلا إذا انت ضليت عامل palpation بنفس المنطقة اللي احنا قلنا لكم عنها وما حسيت في اني soft tissue bulge، يعني ما حسيت في bulging، هلا شو بتعمل؟ بس ما في air movement كمان، هاي دلالة انه عندك وين دخل هو؟ على الاسوفيجس. هلا هون نفس الشيء بدك تعمل withdrawn للتيوب لحد ما تعمل detect للair flow، تسمع انه في مجرى هواء، بعدين مباشرة شو بتعمل؟ extend للhead، وبعد نفس الشيء بنكمل نفس خلال عملية الانهيليشن انه ندخل التيوب، انه نستغل هاي البروسيس فيها ان جنرال. سو انتم زي ما انتم ملاحظين الصوره شفتوا هاي الاريا اللي عليها اسهم، هاي هم البيفروم فوسا او الساينس اللي ممكن يصير انه يعلقوا فيها التيوب. وفي المنطقة اللي شوي لجوا اللي داخلة اللي هي حكيت لكم اللي already ممكن يصير فيها كمان stick للتيوب in general، بالذات البيفل انها تعلى فيها. هيك sometimes انه احنا نعمل شو شوية turn او rotation لإلها لنسهل عملية الانسيرشن إلها easily. فيعني اخر نوت واخر شغلات يعني بنرد نحكيها، دائما انه نعمل some manipulation للهيد، لا نعمل control للتيوب tip positioning، وبرضه نعمل facilitated للتيوب insertion لا and to maximize the air movement. دائما اذا البيشنت awake prefer انك تخليه يتساعد معك وتعمل له instruct لياخد deep breath، ومع كل inhalation لاحظوا بالinhalation مباشرة شو بنعمل؟ advance للتيوب نستغله. placement will be evidenced by increase، أكيد إذا زاد عملية الـ air movement رح يكون هاي good indicator، بس برضو ما بنعطي إنها confirm final confirm. إذا حسينا في bulge either side again ممكن يكون في عنا mistaken intubation بمنطقة الـ piriform فوسا. So like we mentioned قبل بدنا نعمل إنه hold the head still slight withdraw the tube لحد ما نشوف maximum air flow detect، وبعدها بنعمل advance. لما ما يكون في any no soft tissue bulge دلالة انه وما في air movement، هذا بيعطينا indicator انه التيوب بانتر للإسوفيجس فيها. So هاي كانت احنا محاضرتنا لليوم بما يخص الاسوفيجال سوري النيزو تريكيال انتوبيشن.
يعني هو كبروسيجر مش كتير صعب زي ما لاحظتوا، much easier، ويعني عندكم رح يصير hint، ويعني is much easier than إنه الأورنجو الأورو تريكيال intubation، بالذات إنه يعني mostly ما بنستخدم في اللارنجوسكوب أو الميجال فورسيبس اللي إذا كان guided mostly بالunconscious patient فيها. ويعطيكم العافية.